الدولة نتاع عزينا لجلالة الملك الله ينصرو والشعب المغربي. وكتعرفوا بأن هاد الظروف اليوم هي ظروف صعيبة، والدخول الجامعي هو دخول استثنائي، دخول استثنائي في الظرفية هذه، ولكن دخول استثنائي أيضا لأن عندنا التطبيق ديال الإصلاح الجامعي المنشود اللي احنا خدمنا عليه منذ سنتين، اللي درنا فيه لقاءات جهوية، لقاءات يعني حتى مع مغاربة العالم، واليوم دخلنا في التطبيق ديال هذا النموذج الجديد اللي كتعرفوا بأن فيه هندسة بيداغوجية جديدة، وفيه كذلك الإدخال ديال هذه المهارات الذاتية والكفاءات الأفقية اللي كنعرفوا اليوم الأهمية ديالها. احنا كنشوفوا اليوم كيفاش الشباب ديالنا في جميع الجامعات المغربية كيفاش ضامنوا وكيفاش طبقوا هذه الكلمة اللي ربما احنا كنديروا عليها التمغربي اللي ولات اليوم اللي عطينا الدرس للعالم. وكذلك فيها التدريس ديال اللغات اللي ولات إلزامية، وهاد الإجازة اللي إجازة من الجيل الجديد هي اللي غادي تخلينا ماشي نعطيو غير الدبلوم، غادي نعطيو الدبلوم وهاد الكفاءات الأفقية اللي هي التمكين ديال الإنسان. بغيت نشكر جامعة محمد الخامس لأن أولا خرطات في هاد التحول الكبير، أساتذة الجامعيين الإداريين والتقنيين والرئاسة والعمداء، لأن هذه هي في الحقيقة كاينين دول أخرى اللي كيشوفوا فينا كيقولوا ثورة جامعية، لأن غيرنا البرامج، دخلنا يعني واحد الأساليب جديدة فيها رقمنة، فيها الحركية ديال الطلاب، وفيها بخصوص هذه المهارات الذاتية والكفاءات الأفقية، الأنشطة الموازية اللي غادي تدخل في المسار ديال الطلبة، وغادي يكون عندهم سوبليمون ديال الدبلوم ديال هذه المهارات، وربما هاد لي كريدي او سي تي اس اللي غادي يربحوا يقدروا يعاونوهم في المسار ديالهم. والجديد الكبير عاوتاني هو هاد المراكز ديال التمييز اللي عنده واحد الإقبال كبير، اللي كتسمح للطالبات والطلبة من بعد عامين من بعد لودوك باش يدخلوا في هذا المسار، وهذا المسار هو ديال 3 سنين ماشي ديال 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 الإجازة، فيه الإجازة العام الأول وفيه الماستر. دونك اللي دخل في هذا المسار كيدخل 3 سنين، والبرامج البيداغوجية هي مفكرة ومحطوطة على 3 سنين. دونك هذا هو اللي كاين اليوم. عندنا تقريبا 66 ألف على الصعيد الوطني على هذه المراكز ديال التمييز، 18 ألف المقاعد اللي إن شاء الله السنين المقبلة غادي نوسعوا هاد التجربة. وهاد التحول الكبير هو تحول اللي راكم شفتوه، بأن تحول فيه النظام الأساسي ديال الأساتذة، في هاد المراسيم اللي بدنا اللي كتسمح لنا باش نديرو الحركيه، باش نديرو الرقمنه تكون داخله. وفي هاد التحول الكبير دخلنا بعض المواد اللي كتخدم على الذكاء الاصطناعي وعلى الرقمنه ككل، اللي تنسميوها لي ديجيتال سكيلز، اللي حتى هي غادي تدخل في المسار البيداغوجي واللي الزامي. اللغات، المهارات ولي ديجيتال سكيلز غادي يوليو الزاميين. هذا هو التحول اللي غادي يكون ان شاء الله، اللي غادي ياخذ هذه التجربه ديالو العام الاول، ولكن اللي غادي ياخذ سنين باش نحولوا. حنا اخترنا باش نعالجوا التحديات والمشاكل اللي كاينه في الاستقطاب المفتوح، لانه هو فين عندنا راس مال البشري الكبير، اللي عندنا 85% ديال الشباب ديالنا اللي كاين في هذا الاستقطاب المفتوح. هاد السنه المقبله ندوزوا هذه المرحله هذه، والسنه المقبله غادي نحاولوا نطوروا الاستقطاب المحدود باش حتى هو ندخلوا فيه بعض التعديلات اللي غادي تخلي الراس مال البشري المغربي يكون قادر باش يتحدى التوجهات، وبالخصوص يكون ممكن. واليوم اللي شفنا عبر الوسائل ديال التواصل الاجتماعي، هادشي كيفرح، اللي كنشوفوا الشباب ديالنا كيفاش كيتضامن وكيفاش عنده هاد المناعه وهاد الروح الوطنيه اللي خصنا نكثروا منها، وخصنا نكثروا من الوسائل اللي كتضمن لنا العيش مع بعضياتنا. هذوما المجتمعات المتقدمه هي المجتمعات اللي تكون عندها الركيزه الكبيره، هي هذه الركيزه ديال التمكين ديال الانسان وديال المناعه ديالو. دخول جامعي هذه السنه متميز بالاصلاح من اجل
التمييز من أجل إدماج خريجي الكليات العمومية وإصلاح من أجل تقوية مهارات الطلبة ديالنا. وصراحة مستجدات مهمة فيما يخص الخصوص الإجازة والهيكلة البيداغوجية للإجازة. ونستضيف اليوم السيد الوزير مشكورا للاطلاع على كل ما تقوم به جامعة محمد الخامس من أجل استقبال الطلبة الجدد.